بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين الشروط الأربعة التي لابد منها حتى يصح صرف الكلام عن ظاهره، نقرأ كلام من الجزء الماضي ونستكمله. قلت ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى عليه ونعبر بصفة اليد، وقد قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وقال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال تعالى: ألم يروا، وقال عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتين به، ذاتيتين له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، يعني ملائكة وإبليس خلقوا بكن، وآدم خلقه الله بيده سواه بيده، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء، لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة، وكان ظاهره الجود والبخل، ظاهره الجود في البسط والبخل في القبض، أو ظاهره الجود وعدم البخل إذا قيل هو مبسوط اليد ففهم منه يد حقيقة، وكان ظاهره الجود وعدم البخل، أو يكون ظاهره الجود والبخل، يقصد البخل ضم اليد إلى العنق، يقول هو مضموم اليد إلى عنقه، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقولون فلان جعد البنان وصبت البنان. قلت له: فالقائل إن زعم أن ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، ليست جارحة فهذا حق، وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع، يعني التي يثبتها الأشاعرة المتكلمون، وهي الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام، يقول إن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة، يعني الشروط الأربعة حتى يقول هذا مجاز، هذه اليد مجاز، ولا يجوز أن نصف الله بأن له يد لأن اليد جارحة. نقول له إذا قصدت أن ليس له يد جارحة اللي هي عضو من الأعضاء كأيدي المخلوقين هذا حق، ولكن لا يجوز أن تنفي مطلقا، لابد أن تنفي مقيدا، تنفي التشبيه، تنفي التمثيل، ليست لا يجوز أن تنفي الإطلاق، لا يجوز أن تنفي ما أثبته الله في كتابه وتزعم أن مقتضى ما أطلقه الله في كتابه التشبيه. المقامات الأربعة لما أن يكون اللفظ مستعملا في لغة العرب، وده هيلاقيه موجود. الثاني لكن ليس في كل الإيه، ليس في كل الأدلة، يعني استعمال اليد في لغة العرب بمعنى النعمة وبمعنى القدرة وبمعنى الجود مستعمل في لغة العرب ولكن ليس في كل المقامات. وذلك شيخ الإسلام لما رتب الأدلة ذكر منها ما لا يحتمل في لغة العرب أن يستعمل في معنى القدرة ولا في معنى النعمة، وذكر بعد ذلك ما يحتمل مثل تبارك الذي بيده الملك بيدك الخير، مع أنه إنما يستعمل في المعنى
الظاهر مع إثبات الحقيقة كما ذكر هو في بسط اليدين، مما عملت أيدينا يثبت اليد، يثبت الأيدي يدان يعني الله عز وجل، وفي والأمر لا يلزم منه أن يكون خلقه عز وجل، خلق الأنعام بيده سبحانه وتعالى، لأنه لم يتعد بالباء، مثل قول القائل ذلك بما قدمت يداك، مع أنه يكون قد إيه قد تكلم مثلا أو قد مشى أو قد زنى، فلو أن سارقا أو أن زانيا زنى فجلد فقال له قائل هذا بما جنت يداك، فهذا مستعمل في لغة العرب، ولكن بشرط أن يكون لهذا الزني يدان يعني، أو هذا مما الأصل فيه أن له يدان، وإن جنى بغير يده، لكن إذا قلنا له هذا بما عملته بيدك يبقى لازم يكون حرامي، مثلا سارق لا يقال عملته بيدك إلا إذا كان إيه قد استعمل إيه يده فعلا. قال فأما الأول فيقول الأول هو الشرط الأول وهو استعمال هذا في لغة العرب، فيقول إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية تسمية لشيء باسم سببه، كما يسمى المطر والنبات سماء على إثر سماء كانت من الليل، ويسمى النبات كذلك، ومنه قولهم لفلان عنده أيادي أياد عنده نعم، وقول أبي طالب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم يا رب رد راكبي محمدا رده علي واصطنع عندي يدا، اصطنع عندي معروفا، اصطنع عندي خيرا، اصطنع عندي عطية ونعمة، اجعلها نعمة من نعم من نعم من نعمك عندي. وقول عروة ابن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد لك عندي يعني كانت إيد أبو بكر اللي هي صفته أو جزء منه كانت موجودة عند معلوم إن هي معناها إيه الجميل والإحسان والنعمة. يقول وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية لشيء باسم مسببه، الأولانية باسم سببه والثاني باسم مسببه، لأن القدرة هي التي تحرك اليد، يقولون فلان له يد في كذا وكذا، له إيد في الموضوع ده، وممكن يكون موضوع كلامي. ومنه قول زياد لمعاوية إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة، يعني أنا مستعد أتولى إيه ولايات أخرى، أنا عندي قدرة زيادة على العراق، وليس أنه ماسك العراق بإيه بيده بمعنى إمساك، دي طبعا قرائن، يقول يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق. ومنه قوله تعالى بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والنكاح كلام يقال وإنما معناه أنه مقتدر عليه، وده إثبات المجاز في القرآن من ضمن الإيه الأدلة هذه الآية بيده إيه عقدة النكاح. يقول وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه، لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه، قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم، فإن بعض ما قدموه كلام تكلموا به وليس فقط قتل الأنبياء، بل ذكر استهزاؤهم بالله عز وجل ووصفهم بصفات وصفهم له بصفات النقص قبل قتل الأنبياء، فعذابهم بما قدمت أيديهم أو مقدم فيه عذابهم على الكفر في قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. يقول فإن بعض ما قدموه كلام تكلموا به، وكذلك قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم
مع ان كفرهم جزء كبير منه او معظمه كفر اعتقادي، اعتقادهم وكلامهم الكفري، ومع ذلك قيل بما قدمت ايديكم، وهم اصلا عذبوا على ايه؟ على الكفر الذي عامته اعتقاد ونطق وجزء منه عمل، لكن الجزء الاكبر منه هو ايه؟ اعتقاد ونطق. يقول والعرب تقول يداك اوكتا وفوك نفخ، توبيخا لكل من جر على نفسه جريرا. يداك اوكتا، يداك اوكتا، اوك القربة يعني شدها بالايه؟ بالوكاء، يعني ايدك اللي عملت وانت اتكلمت، يعني ايدك اتحركت وبقك نفخ يطلع كلام، او نفخت انت في النار فايه فاحترق. يداك اوكتا وفوك نفخ، توبيخا لكل من جرى على نفسه جريرة، لان اول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه. قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله، والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وآياته، تأولوا قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي على هذا كله، قالوا ده زي ده. عشان كده طبعا ده كلام باطن، ده مش زي ده، خصوصا النوع الدلالة من هاتين الآيتين هي بل يداه مبسوطتان ولما خلقت بيدي، الكلام ده يحتمل في مما عملت ايدينا، ده هيبقى له اقرب، لان هو الانعام ليست مما ذكر الله انه عملها بيده، وانما قال مما عملت ايدينا، زي مما بما كسبت ايديكم، ولا يلزم ان يكون من فعل اليد بنفسها. اما لما خلقت بيدي، واذا ذكر بل يداه مبسوطتان لا يحتمل الا الحقيقة. يقول وقوله تأولوا قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي على هذا كله، فقالوا إن المراد نعمته، أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، عشان يقولوا نعمتين. إذا عمله عز وجل مع إثبات أن له يدان، زي إذا قلنا أنه فيه استفاد الصفة مع كونه عز وجل عمل ذلك بنفسه سبحانه وتعالى، خلقها بنفسه عز وجل، يمكن ان يكون بكلامه او بغير او بما شاء عز وجل. فقالوا ان المراد نعمته، اي نعمة الدنيا ونعمة الاخرة. وقالوا بقدرته، اللي لما خلقت بيدي قال بقدرته. وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقة، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود، حيرد عليها الشيخ دلوقتي. وقوله لما خلقت بيدي، أي لما خلقته أنا، وإن لم يكن هناك يد حقيقية أو حقيقة. قلت له فهذه تأويلتهم؟ قال نعم. قلت له فننظر فيما قدمنا. المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، اللي استعمل في لفظ النعمة والقدرة الأيدي بلفظ الجمع أو باليد بلفظ المفرد، أما في التثنية فلم يستعمل لا في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع، كقوله إن الإنسان لفي خسر، ولفظ استعمال لفظ الواحد إنسان مفرد، والمقصود بمين الانسان؟ الناس كلهم، مش حد بعينه او فرد واحد. ومن لغتهم استعمال لفظ الجمع في الواحد، كقوله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اللي قال لهم واحد، زي ما يقولوا الناس بتتكلم، مين الناس دول؟ يكون ايه؟ ممكن يكون شخص واحد وهو من الناس. يقول ولفظ الجمع في الاثنين، يستعمل من لغة العرب انه يستعمل الواحد في الجمع، والجمع في الايه؟ في الواحد، والجمع في الاثنين، كقوله صغت قلوبكما، قلوب هما ايه؟ قلبين. يعني ممكن يستعمل جماعة عن ايه؟ عن اثنين،
أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له. ده كلام مهم جدا ومتين، انه يستعمل لفظ الواحد في الاثنين، ان هو يكون قصده اثنين ويستعمل لفظ الايه الواحد. لا، ممكن واحد عن جمع او جمع عن واحد، اما واحد عن اثنين يقول جاءني رجل وهو قصده اثنين مثلا، فهذا ليس يستعمل عندهم. يقول لان هذه الالفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، ولا يجوز ان يقال عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس. تقول الرجل يأخذ نصف المرأة، الرجل عندي من يدافع عن حريمه، قصدك كانه رجل جنس الرجال، لكن ما تقولش الرجلان عندي يدافعان عن حريمهما، ويبقى انت مش قصدك رجلين بعينهم. ده انت لو قلت الرجلان بعين الرجلان دافع عن حريمهما او يدافعان عن حريمهما، يبقى لازم قصدك ان في، يقول له هو ايه اللي حصل، ده في واقعة معينة معانا كده. لما يقول له الرجلان يدافعان عن حريمهما، يبقى في موقعة دلوقتي بتحصل بيدافع دلوقتي او دافع، يبقى حصلت المانة او هتحصل في المستقبل. لكن ما تقولش الرجلان وقصدك جنس الرجال، يا تقول الرجل يا تقول ايه الرجال مثلا. يعني تستعمل المفرد في الجمع او الجمع في المفرد مع دلالة السياق، ده مستعمل في لغة العرب، لكن العرب لا تستعمل المثنى في الايه في المفرد ولا في الجمع. يقول لان فلا يجوز ان يقال عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، لان اسم الواحد يدل على الجنس، والجنس فيه شائع او شياع، شياع يعني ايه كثير الاستعمال، ان احنا بنستعمل كثير جدا الرجل ونقصد به ايه جنس الرجال، للذكر مثل حظ الانثيين. يقول وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد. كذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد. كلمة انثيين دي ده جنس الاثنينات، ماشي كده، لان المقصود ضعف الايه ضعف ان الرجل ضعف الايه الانثى، فعشان كده صح فيها ذلك. فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز ان يراد به القدرة، لان القدرة صفة واحدة، ولا يجوز ان يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز ان يراد به النعمة، لان نعم الله لا تحصى. فينفعش تقول ده جنس، ولا تنفع تقول ده ايه ده مفرد، هتجيب ما لا يصلح ذلك. هتقول نعمتين اثنين، نعمة الدنيا ونعمة الاخرة، في الحقيقة ان نعم الله في الدنيا لا تحصى كما قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصى، ونعم الله في الاخرة اجدر ان لا تحصى. اذا كانت النعم في الدنيا لا تحصى، فنعمه في الاخرة اجدر ان لا تحصى، قياس اولى. يقول فلا يجوز ان يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية، ولا يجوز ان يكون لما خلقت انا، لما خلقت بيدي، يقول لما خلقت انا، لانهم اذا ارادوا ذلك اضافوا الفعل الى اليد، فتكون اضافته الى اليد اضافة له الى الفعل. يقول لما خلقت يدي، عايز يقول لما خلقت انا، تقول لما خلقت ايه يدي، لما عملت يدي، لكن ما يقولش لما خلقت بيدي، لما عملت بيدي. لو انت جاي لواحد بهدية وتقول له ده انا عملتها بايدي، لو ما كنتش انت عاملها بايدي تبقى كذاب، صح كده؟ لو انت شاريها تبقى ايه كذاب. لكن ده تقول له هذا مما كسبت يدي، يبقى انت قصدك ايه، انا اشتريتها، ده من كسب يدي، يبقى اضفتها الى الايه، اضفت الفعل الى اليد. لكن لما تضيفها يا نفسك وتعديها بالباء، يبقى انت لو ما عملتهاش بايديك يبقى انت كذاب، ماشي كده. نعوذ بالله ما من ان ينسب الكذب الى كلام الله عز وجل. يقول فتكون اضافته الى اليد اضافة له الى الفعل، كقوله ذلك بما قدمت يداك، وقوله ذلك بما قدمت ايديكم، ومنه قوله مما عملت ايدينا، اي مما عملنا انعاما، مع ان ده هيستفاد منه ان له يد حقيقة كما سيأتي.
يقول أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه، ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك. واحد زنى نقول له فعلت بإيدك، لا نقول له ما نقدرش نقول له، قول له ده مما عملت يدك من كسب يدك، لكن ما نقولوش أنت عملته بإيدك لأنه ما زناش بإيده. معانا كده؟ لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك ويقال هذا فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل، فلو لم يرد أنه فعل باليد حقيقة كان باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة، اللي هي بيده، لأن هو البي دي جات لي يبقى لابد لها من فائدة. غير إضافة الفعل إلى إيه؟ إلى اليد. أضاف الفعل إلى الفاعل وعداه بالباء. ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله، يعني كمان عند العجم، أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه إلا ويكون فعله بيديه حقيقة، ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. أدي مقامينه، عشان كده أقول مما عملت أيدينا ده مش هيتقال فيما إيه؟ فيما ليس له يد. معانا؟ يتقال فعله فعلت يداه لما له يد ولم يفعلها بإيه؟ بيده. معانا كده؟ أرجو الانتباه. يعني ممكن تقول ده من صنع أيدي المصنع بتاعنا، لا ما يتقالش. ماشي كده؟ ده ممكن تقول ده من صنع ايدي عمالنا، صح؟ وعمالهم في الحقيقة عملوا ايه؟ اتكوا على الزراير، وقفوا على المكنة، مش كده؟ يعني الموضوع ده يقول لك البتاع دي صناعة آلية، ويجي لراجل بيقدمه يقول له اتفضل ادي صناعة ايدين عمالنا، ينفع؟ ينفع، لانه نسب الفعل ايه؟ اليد. لكن يقول له اتفضل دي صناعة يد مصنعنا، يضحكوا عليه. ماشي كده؟ ليس هذا فصيحا، لان المصنع ليس له ايه؟ يعني ينفع يستعمل في المعنى المجازي اللي مراد عملته انا اذا كان له يد ايه؟ حقيقة، يقول عملت يداي. ماشي؟ لكن عملته بيدي ما ينفعش الا ايه؟ الا انه عمله بيده حقيقة. وتاني حاجة انه يكون ايه؟ له يد حقيقة، بل له يدان بقى بالتأكيد، لان هذا مما لا يستعمل في ايه؟ في اللغة، انه يستعمل المثنى ويريد به لا الجنس ولا يريد به الايه؟ المفرد. يقول لا يجوز ان يكون لما خلقت انا، لانهم اذا ارادوا ذلك اضافوا الفعل لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقول ذلك من قدمت يداك إلى أن قال أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه، ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك ويقال هذا فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل، فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة. لو واحد قال له ماشي بإيديه، ماشي على إيديه، يبقى تأكدت أنه ماشي بيحبي بالإضافة الرجلين بيحط إيديه معاه. نعم. يقول ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه إلا ويكون فعله بيديه حقيقة، ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة. إيه اللي يقبل المجاز من جهة اللغة في الآيات اللي ذكرها؟ نرجع لها كده ثاني ونقول تبارك الذي بيده الملك تنفع،
تحتمل المجاز من جهة اللغة صح؟ زي ما قال له أمسكت العياد بيدي العراق بيدي مش كده؟ دي تحتمل من جهة اللغة لكن وبيدك الخير دي أيضا تحتمل من جهة الايه؟ اللغة. بس تحتمل ايه؟ تحتمل احتمال مجازي في من له ايه؟ يد. وكذلك مما عملت أيدينا دي أضاف الفعل إلى ايه؟ إلى اليد ولم يضفها إلى الفاعل. لكن قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي لا تحتمل المجاز ده من جهة اللغة لأن احنا عندنا أربع ايه؟ مقامات مش كده؟ ده المقام الأول اللي يتبين به أنه لا يمكن لمنكر صفة اليد أن يدعي المجاز في كل الآيات. يبقى يكفي موضع واحد فقط للدلالة على إثبات أن اليد يد حقيقة، أن الله له يدان سبحانه وتعالى. معانا كده؟ نص لا يحتمل مجازا. نعم، لأن لفظ المثنى لا يستعمل عن الجنس ولا عن اليد بمعنى القدرة ولا عن التي بمعنى النعمة ولا بمعنى مجازي خالص. وتاني واحدة اللي هي إذا نسب الفعل إلى الفاعل وعداه بالإيه؟ بالباء، زي أولئك الذين في أعلى أهل الجنة منزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، قال الله عز وجل أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. سيدنا آدم يقول لموسى كتب لك الله التوراة بيده. ما يحتملش إيه ده؟ مجاز. ما يحتملش إن ربنا أمر بكتب التوراة. لما يقول كتب لك التوراة بيده يبقى لابد أن هذا إيه؟ حقيقة. لا، ما يحتملش مجاز ده، لا يحتمل. بل لكنه يتضمن معنى الجود، ماشي كده؟ يتضمن معنى الجود. في فرق بين ان هو نثبت اليدين لله عز وجل وبين ان احنا نفهم معنى اضافي على ذلك. معنى تثبت اليدان ان يداه مبسوطتان فعلا، ايوه، ومع ذلك تفهم معنى زائدا مع ذلك، الاضافة الى ذلك تفهم معنى الجود. زي فإنك بأعيننا تثبت العينين وتثبت معنى العناية والرعاية والحراسة. معنى كده؟ احنا بنثبت البسط حقيقة، ده احنا بنثبت البسط حقيقة، وفي حتة تانية بنثبت البسط حقيقة أصرح من دي. احنا أثبتنا البسط والقبض، خد بالك، لأن ايه؟ لأن البسط والقبض من صفات الأفعال، لأن الأحاديث مثبتة أن والأرض جميعا ايه؟ قبضته يوم القيامة. فاحنا بنثبت القبض والبسط، فهمنا؟ فإله مبسوطتان بالجود والعطاء، ويوم القيامة الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هل القدرة شوف مستلزمات اليد؟ يعني لو مثلا لو انسان من غير يد يبقى ملوش قدرة؟ لا ممكن، لا لو نفينا اليد يبقى لا ممكن يقدر يمشي. بيقول اليد مستلزمة القدرة، لا ما يلزمش من نفي اليد نفي القدرة، ما يلزمش من نفي انه ممكن يقدر يمشي. انسان ملوش يد يقدر يمشي ويقدر يتكلم ويقدر يعمل حاجات كتيره جدا في ما يقدرش على الفعل. ليه؟ معلش، بس ما يقدرش على الفعل بيده، بس مش يقدرش على اي فعل. يعني ما فيش ناس مقطوع الايدي ويعرفوا يعملوا حاجات؟ ما ينفعش نقول عمل حاجه بيده. ايوه صح كده، ما ينفعش نقول على اللي ملوش ايد عمل حاجه بايده. الانسان ما بالك بالله، بل ما ينفعش نقول عملت يداه لما ملوش ايد. تحتمل المجاز لغة، بس بقية المقامات مش هتكملها، واخد بالك انت؟ وتستفيد منها اثبات، هي للعلم لما تحتمل المجاز تدل على اثبات الايه؟ اليد ايضا، لانها لا تقال من ليس له ايه؟ يد. معنى التقوية والتأييد. اصبروا شوية لغاية ما نكمل الكلام كله. اصبروا، بقول لغايه ما نكمل الكلام كله. يقول بهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقه. يبقى احنا عرفنا ايه اللي يحتمل واللي يحتمل، وان يتبين ان الايات اللي هم الايتين اللي ذكرهم لا تقبل المجاز البتة، وذكرنا زيها احاديث كثيره جدا،
عشان كده تلاقي أئمة السنة بيذكروا غالبا في باب إثبات اليد زي البخاري ما عمل في كتاب التوحيد من صحيحه ذكر الحديث الذي ذكرنا أن الله قال لي أن آدم عليه السلام قال موسى كتب لك التوراة بيدي قال غرست كرامتهم بيدي دي التي لا تحتمل مجازا. قال لي فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله ألقيا في جهنم وإنما هو خطاب للواحد عايز يقول ده فيه في اللغة ده منازع في آية واحدة أصرح نص في إثبات اليدي خلقت بيدي وعلى وللعلم يعني برضو مبسوطتان على ذلك نص أيضا حيوضح شيخ الإسلام. قلت له هذا ممنوع اللي هو بقى استعمال الاثنين موقع الواحد بل قوله ألقيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل والمعنى ألقي ألقي وقد قيل إنه خطاب للسائق والشهيد وده الصحيح إنه خطاب للسائق والشهيد خطاب الاثنين فعلا وده ظاهر القرآن. ومن قال إنه خطاب للواحد قال إن الإنسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول خليلي خليلي ثم إنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكون مولودين كأنه يخاطب مولودين. ورد عن العرب أن الواحد منهم قد يتخيل رفيقين وهما غير مولودين بالفعل كقول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قفا نبكي يعني هو بيخاطب اثنين بيتخيلهم في صورته بس لازم يكونوا اثنين ولو في المخيلة معانا كده. عشان كده قلنا الشخص اللي ايده مقطوعة ممكن نقول عنه لما مشي برجليه عامل لك يديك في المعنى المجازي انه هو من المؤهلين انه يكون له ايه ايدين هنتخيل انه له ايدين اقصد يعني ان هو اصلا ممن جنسه له ايه يدان معانا كده. وعشان كده صحت هذا المجاز في هذا الموطن الجزء اللي هو هنا يقول انه يوقع هذا الخطاب وان لم يكن مولودين كانه يخاطب مولودين فقوله القياء عند هذا القائل على لانه مفرد انما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حدة فيه البت. قال فقوله القياء عند هذا القائل اللي بيقول انه خطاب للواحد يقول انما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حدة فيه البت. قلت له المقام الثاني ان يقال هب أنه يجوز هنفترض على سبيل التنزل هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد وأن يعنى بها القدرة أو النعمة أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل لكن ما الموجب لصرفها عن الحقيقة. يعني دلوقتي المقام الأول أنه استعمل في لغة العرب الشرط الثاني أن يكون هناك دليل يدل على صرف اللفظ من الحقيقة إلى الإيه؟ المجاز. يقولوا فين الدليل؟ فإن قلت لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه قلت لك هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين وهذا لا ريب فيه لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات. قال ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت فإذا كان هذا ممكنا مش يقول يمكن يقول يمكن ولا ممكنش يقول يمكن وهو فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلما يصرف عنه اللفظ إلى مجازه. يعني أنت لم تذكر دليلا إلا أمر احتمال. أولا الدليل الذي ذكره يقول اليد هي الجارحة ده محتمل أن يكون ده مستعمل في اللغة إن 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 يحتمل التشبيه لكن هل هذا ظاهر اللفظ من التشبيه؟ بل نحن تركنا هذا الاحتمال اللفظي للأدلة القاطعة بأن الله ليس كمثله شيء من غير أن تنفى صفة اليد. يقول وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحة الدلالة سلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه يبقى احنا هننفي ما يشبه المخلوق من هذه الصفة وإنما
حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة، بل كالذات والوجود. الوجود الذي هو من صفات الله عز وجل، كما أن كلمة الوجود تحت وجود، أليس الله له صفة الوجود والمخلوق له صفة الوجود؟ لكن وجود ليس كالإيه؟ كالوجود. فكذلك يد ليست كالإيه؟ كأيد الناس. وذات الرب وذات المخلوقين، هل لوجود ذات المخلوقين مخلوقة يعني أن ننفي ذات الرب؟ وهو كل الكلام مع من يثبت بعض الصفات دون ايه؟ دون بعض، وهو بلا شك يثبت الايه؟ صفة الوجود ويثبت صفة الايه؟ واقصد يثبت الذات، يثبت الوجود ويثبت الذات، وكمان يثبت العلم والايه؟ والقدرة. فانت بتقول علم البشر، هل لو اثبتت لفظ العلم على حقيقته يقتضي ان علم الله كعلم البشر؟ هيقول لا، علم الله يليق بجلاله يختلف عن علم الايه؟ البشر. وقدرة الله تليق بجلاله تختلف عن قدرة البشر. فكذلك في صفة اليد، اذا هذا ليس بدليل. حتى التواطؤ لا يقتضي المشابهة والتمثيل، وبالتالي فليس عندك دليل هيجيب كل الادلة التي تدل على نفي التمثيل، نفي التشبيه، لم يكن له كفوا احد، ليس كمثل شيء، ادلة مخالفته للحوادث كما يقولون، ماشي كده، اللي هي مخالفته للايه؟ للمخلوقين. فنحن نثبت ان الله ليس كمثله شيء، ولا ننفي صفة الايه؟ اليد. فاذا لم يكن عنده في المقام الثاني، وهو مقام الدليل الصارف. يبقى ثبت اولا في المقام الاول ان لغة العرب ان من هذه الايات وكذا الاحاديث ما لا يحتمل المجاز. نمرة اثنين، ليس هناك دليل صارف من الحقيقة الى المجاز، لان الدليل اللي جابه هينطبق زيه بالضبط على صفة العلم والقدرة، بل وينطبق على ايه؟ على الذات وعلى الوجود. وهو اثبت علما وقدرة، واثبت ذاتا، واثبت وجود الله ليس كعلم ولا كقدرة المخلوقين، واثبت ذاتا ليست كذوات المخلوقين، واثبت وجودا ليس كوجود الايه؟ المخلوقين. يلزمك اذا ان تقول اثبت يد ليس كيد المخلوقين، العلم والقدرة في المناقشة مع الأشاعرة، الذات في المناقشة مع الايه؟ مع المعتزلة، الوجود في المناقشة مع الفلاسفة، لأن الفلاسفة بيثبتوا وجود، مش كده؟ وجود مطلق معانا؟ وبتثبت ان هو غير الهيولي؟ يثبت وجود مطلق غير الهيولي، اللي هو غير المادة المخلوقة، اللي مش مخلوقة عنده، اللي هي آخر الفيض في آخره. فيبقى هنا المقام اللي استعمله مع الاشعري هيصح استعماله مع المعتزلي، هيصح استعماله مع ايه؟ حتى مع المتفلسف. نقف عند هذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله. تذكير الاخوة بالصيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من تيسر له ذلك. الاثنين عشان مولد النبي، مش كده؟ احنا بنحتفل بمولد النبي ولا لا؟ بنحتفل بمولد النبي على السنة، اعظم من احتفالهم بمولد النبي على البدعة، مش كده؟ نحن نحتفل لا باكل الحلاوة ولكن بالصيام، ونحتفل يوم الاثنين من كل اسبوع، ولسنا نحتفل بليه؟ بالثاني عشر من ربيع، ولا بالثاني عشر من اي شهر. يبقى مين بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر، اللي بيحتفل بيه كل اسبوع ولا كل سنة مرة؟ ونحتفل على ما شرع صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المشروع، يوم الاثنين، صيام الاثنين، لانه اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي.